أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا بيكم في نصف سنة جديد ووحدة دراسية جديدة ودرس جديد. عنوان الوحدة بتاعتنا اللي هنبتدي بيها، احنا وقفنا الوحدة اللي فاتت عن الدعامة والحركة في الكائنات الحية. الترم ده أو نصف السنة دي هنبتدي بدرس جديد، وحدة جديدة اللي هي بعنوان العمليات الحيوية في الإنسان والحيوان. إذن عنوان الوحدة بتاعتي العمليات الحيوية في الحيوان والنبات. عمليات حيوية، يعني إيه عمليات حيوية؟ قبل ما أعرف يعني إيه معنى كلمة عمليات حيوية لازم أرجع للدروس اللي فاتت والسنوات اللي فاتت. هناك مظاهر للحياة كنت بحكم بيها إن الكائن ده حي والكائن ده إيه؟ غير حي. المظاهر دي كانت تشمل حركة، كانت تشمل نمو، كانت تشمل تكاثر وإلى آخره. طيب الكائن الحي ده عشان يتحرك، عشان يجري، عشان يتكاثر، عشان يعمل كل الحاجات دي لابد له من طاقة تساعده إن هو يقوم بهذه العمليات. إذا الطاقة دي جاية منين؟ الإجابة هي إن هي جاية من الغذاء. إذا الكائن الحي في سعي مستمر للحصول على الغذاء، لأنه من خلال هذا الغذاء ده بيحصل على الطاقة اللي بتخليه يقوم بكافة العمليات الحيوية. طيب وقسمنا الكائنات تبعا لطريقة حصولها على الغذاء إلى ذاتية التغذية وغير ذاتية التغذية. ذاتية التغذية كالنباتات، كل النباتات وبعض الطحالب والبكتيريا. غير ذاتية التغذية تشمل الحيوان والإنسان. ذاتية التغذية معناها إنها بتصنع غذائها بنفسها، وكان أشهر عملية ليها كانت عملية البناء الضوئي التي تقوم بها كافة النباتات. غير ذاتية التغذية أي أنها تعتمد في غذائها، في الحصول على غذائها، على كائنات أخرى. كالإنسان يعتمد في غذائه على النبات وعلى الحيوانات الأخرى. طيب إذا قلنا عمليات حيوية، لابد أن أفرق ما بين كلمة عمليات حيوية. هل أنا أقصد لما أقول عمليات حيوية إنه حركة، تنفس، هضم، أم أقصد بها حاجة تانية؟ إذا العمليات الحيوية ليس القصد بيها اللي هو وظائف الأجهزة، كوظائف الجهاز الدوري، وظائف الجهاز الهضمي، وظائف الجهاز التنفسي، وإنما يقصد به العمليات الحيوية، يقصد به العمليات الحيوية هي تلك التي تحدث بداخل خلايا الكائن الحي. إذا العمليات الحيوية بتحدث داخل خلايا الكائن الحي، زي إيه؟ مثلا لما أتكلم عن التنفس، التنفس لو اتكلمت عنه كوظيفة من وظائف الأجهزة هقول هي عملية ايه؟ ادخال الأكسجين واخراج ثاني أكسيد الكربون. هل دي عملية حيوية؟ لا. اذا التنفس لما عرفه كعملية حيوية هي العملية الأكسدة. التنفس دي الخلية معايا بيصلها الأكسجين وبيصلها الغذاء. اذا التنفس يتم بداخل خلية اللي هو عبارة عن أكسدة لهذه المادة الغذائية وتحرير الطاقة التي بها. إذا لما أجي أقول لك عمليات حيوية بتقول لي شيء تنفس، حركة، هضم وإلى آخره، لا، تقول لي إن العملية الحيوية هي العملية التي تحدث بداخل خلايا الكائن الحي. طيب العمليات الحيوية تشمل العمليات الحيوية تشمل عمليات الأيض. إذا لما أقول عمليات حيوية يبقى أنا بتكلم عن عمليات أيض. وعمليات الأيض زي ما خدتوها في الصف الأول الثانوي كانت عبارة عن حاجتين، عمليات بناء وعمليات هدم. عمليات الأيض عبارة عن عمليات بناء وعمليات هدم. فاكرين يعني إيه بناء؟ بناء اللي هو كان مصطلح ليها أنابوليزم، والهدم كان مصطلح ليها كاتابوليزم. البناء كان عبارة عن بناء مواد معقدة التركيب. ايه هي المواد المعقدة التركيب؟ اذا البناء كان معايا عبارة عن
بناء مواد معقدة التركيب. ايه هي المواد اللي في جسمك معقدة التركيب؟ مواد اللي في جسمي معقدة التركيب ثلاث اشياء: كربوهيدرات، دهون، وبروتينات. المواد المعقدة دي بيتم بنائها من مواد أولية بسيطة. إذا البناء بناء مواد معقدة التركيب اللي هي الكربوهيدرات والدهون والبروتينات بيبنيها من مواد أولية بسيطة. معايا بعد كده الهدم اللي هو الكاتابوليزم. إيه هو الهدم؟ الهدم معناه إنه هو تفكيك، من اسمه هدم يعني تفكيك، تفكيك للروابط الموجودة في المواد المعقدة دي، تفكيك الروابط الموجودة في المواد المعقدة التركيب وتحويلها إلى مواد بسيطة، وتحويلها إلى مواد بسيطة. يبقى الهدم عكس البناء، بناء معناه أنه بستخدم مواد أولية بسيطة وببني بيها مواد معقدة اللي هي كربوهيدرات ودهون وبروتينات. طبعا عشان أبني بجيب مواد بسيطة بأدمجها مع بعضيها بتجيب لي مواد معقدة، يعني ببني، يعني بكون روابط. معنى الروابط دي إن أنا بخزن طاقة جواها. إذا في البناء بيتم تخزين للطاقة، في الهدم معناها أنا بكسر روابط دي. تكسير روابط ده معناه إن أنا بحرر طاقة، وهي دي في عملية الهدم بيتم تحرير الطاقة اللي الجسم محتاجها. طيب عشان أبني وعشان أهدم الحاجات دي محتاجة وجود طاقة أو وجود إنزيمات بتساعدها عشان يتم عملية البناء. إذا هنا في عوامل بتساعد في عملية البناء وعوامل بتساعد في عملية الهدم، هي عبارة عن الإنزيمات. الإنزيمات زي ما خدتوها في الكيمياء هي عبارة عن عوامل محفزة. عوامل محفزة بتعمل إيه؟ بتقوم بتخفيض طاقة بدء التفاعل. يعني هي عوامل محفزة أو عبارة عن طاقة تنشيط، لكن هي لا بتخش جوه المكونات في الأخير لما بينتج معايا التفاعل، ما لهاش علاقة بالإنزيمات، ما بتخش معايا في التكوين، بتخرج زي ما هي، دخلت في التفاعل بتخرج إيه؟ زي ما هي. يبقى أنا معايا إنزيمات بتساعد في عملية البناء والهدم. عشان تتم كل من عملية البناء والهدم بيتم دائرة بمساعدة إنزيمات. الإنزيمات دي عبارة عن عوامل محفزة، طاقة تنشيط، لكن في الأخير لا تدخل في تركيب المواد الجديدة، تخرج من التفاعل كما دخلت كما هي. إذا لكي عملية القلب تتم سواء كانت عملية بناء أو هدم لابد من وجود إنزيمات تساعد في كل من عملية البناء والهدم. الإنزيمات دي عبارة عن عوامل محفزة، يعني طاقة تنشيط، لكن هي في الأخير ما تخرجش في التركيب اللي بيخرج في الأخير في التفاعل الكيميائي، وإنما فقط بتحفز فقط التفاعل. طيب أكبر مثال هاخده لعملية الحيوية، أنا قلت عمليات الحيوية تسمى عمليات أيضا بناء وهدم، وعرفت يعني إيه بناء يعني إيه هدم. دلوقتي هاخد أهم حاجة بتوضح لي كيف تتم عملية البناء، وهاخد البناء الضوئي. إذا لكي أبتدي وأعرف يعني إيه بناء هاخد ليها البناء الضوئي. زي ما عرفتوا في السنوات السابقة إن عملية البناء الضوئي هي عملية تتم أو تقوم بها النباتات، تقوم بها النباتات باستخدام الطاقة الشمسية، استخدام ماء ثاني أكسيد كربون في وجود الكلوروفيل العامل الأساسي بينتج لي مواد غذائية معقدة اللي هي الكربوهيدرات والدهون والبروتينات. قبل ما أتكلم عن عمليات البناء الضوئي لابد أن أعرف الكلوروفيل ده موجود فين. هتقولوا لي موجود في البلاستيدة الخضراء. البلاستيدة الخضراء موجودة فين؟ موجودة في الخلايا الموجودة في الورقة. يبقى أنا عايز أعرف تركيب البلاستيدة الخضراء وعايز أعرف أماكن وجودها قبل ما أعرف عملية البناء الضوئي. تعالوا مع بعض نشوف تركيب الورقة والبلاستيدة الخضراء. يبقى إحنا اتفقنا إن أنا قبل ما أتكلم عن آلية حدوث عملية البناء الضوئي
ومراحلها وخطواتها لابد أن أعرف أين تتم بالضبط. إذن عملية البناء الضوئي تقوم بها الأوراق في النباتات. إيه الجزء اللي موجود في الورقة مسؤول عن عملية البناء الضوئي؟ طبعا كل الأجزاء الخضراء تقوم بعملية البناء الضوئي. إيش معنى؟ لأنه الأجزاء الخضراء معناها أنها تحتوي على صبغة الكلوروفيل. أخذ قطاع عرضي في ورقة، أخذت قطاع عرضي في ورقة أخذناه قبل كده، أنا هلاحظ هنا النسيج المتوسط العمادي والنسيج معايا اللي هو الإسفنجي المفكك. بداخل الأنسجة دي هلاحظ هنا في معايا زي النقط السوداء، النقط السوداء دي هي عبارة عن البلاستيدات الخضراء. إذا مادة الكلوروفيل موجودة بداخل البلاستيدة الخضراء. هنا هاخد جزء وأقوم بتكبيره. يبقى أنا في الأول أخذت الورقة، بعد كده خدت قطاع في الورقة، لاحظت إن هي مكونة طبعًا معايا بشرة علوية، معايا بشرة سفلية تتخلل البشرة السفلية الثغور، معايا نسيج متوسط عمادي، ومعايا نسيج إسفنجي مفكك. أنا يهمني أركز في البلاستيدة الخضراء لأن هي دي المصنع اللي بتتم فيه عملية البناء الضوئي. إذًا أنا أخذت البلاستيدة الخضراء، طيب كم عدد البلاستيدات الموجودة بداخل الخلايا دي؟ يعني أنا معايا نسيج العمادي اللي هو الأقرب لسطح الورقة اللي هي المعرضة للطاقة الشمسية، لأن الكلوروفيل هو المسؤول عن امتصاص الطاقة الشمسية. وجد العلماء أن عدد البلاستيدات الخضراء الموجودة هنا يتراوح من 20 إلى 100 بلاستيدة بداخل الخلية الواحدة. إذا عدد البلاستيدات يتراوح من 20 إلى 100 خلية موجودة بداخل الخلية النباتية اللي هي موجودة في النسيج العمادي اللي هو الأقرب لإيه؟ للبشرة العلوية. طيب اخذت البلاستيد دي وعملت لها عمليه ايه؟ تكبير. هلاحظ هنا انه في معايا غشائين، معايا غشاء خارجي ومعايا غشاء داخلي. ده التركيب او الاناتومي للبلاستيده الخضراء. هبص الى الداخل هلاقي معايا صفائح او اقراص مرتبه فوق بعضها البعض، ما بين كل صفيحه واخرى معايا روابط، وفي هنا في الاخير معايا ايه؟ فراغ. الصفائح المترتبة على بعضها البعض بشكل أقراص دي تسمى الجرانة. الصفائح المرتبة على بعضها البعض تسمى الجرانة. الروابط الموجودة ما بين كل صفيحة وأخرى تسمى روابط ما بين أو صفيحة ما بين جرانة، صفيحة ما بين جرانة. طيب الصفيحة بس لوحديها، الصفيحة بس لوحديها تسمى بالفلكويدة، في حين أنه الفراغ ده الموجود يسمى بالستروما أو الحشوة. هناخد صورة ثانية هتوضح معايا أكتر. هنا صورة فقط للبلاستيدة فقط الخضراء، بتوضح معايا الغشاء الخارجي، بتوضح معايا الغشاء الداخلي، هنا معايا الصفائح المترصة على بعضها البعض تسمى الجرانة، هنا معايا الروابط أو الصفيحة بين جرانة، ومعايا لوحديها بس الصفيحة لوحديها وجايب لك قطاع فيها بالشكل ده تسمى التلاكويدا. في داخل هذا الفراغ فراغ التلاكويدا تتم عملية البناء الضوئي. يبقى أنا عشان أعرف أين تتم عملية البناء الضوئي كان لابد من أن أعرف تركيب الورقة وتركيب البلاستيدة الخضراء لكي أعرف أين تتم عملية البناء الضوئي. كل ما يخص عملية البناء الضوئي ومراحلها وخطواتها والمعادلة بإذن الله سبحانه وتعالى هناخده في الحصة القادمة بإذن الله. قبل ما أختم حصتي دي أنا اتكلمت عن إنه عملية البناء تشمل عملية بناء ضوئي، وإنه عملية البناء الضوئي بتقوم بها النباتات. هناك كائنات أخرى غير النباتات تقوم بعملية بناء أيضا. هناك كائنات أخرى غير النباتات تقوم بعملية بناء أيضا. المطلوب منك ان انت تعمل لي سيرش وبحث عن هذه الكائنات. عايز اعرف اسم الكائن واسم عملية البناء ونوع الطاقة المستخدمة والمعادلات. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا درس النهاردة باذن الله سبحانه وتعالى، واي اسئلة باذن الله هكون معاكم على الجروب.